دكتور احمد حسين، استاذ تغذيه الدواجن في كليه الاغذيه والزراعه جامعه الامارات العربيه المتحده. مجال عملي هو التدريس والبحث العلمي في مجال الدواجن وخدمه المجتمع. دكتور ابراهيم بلال، استاذ مشارك بكليه الاغذيه والزراعه جامعه الامارات العربيه المتحده. مجال عملي تدريس وبحث علمي في مجال تغذيه الاسماك. الاختراع عباره عن عمليه استخدام نوى التمر بعد معالجته باحد الفطريات ليصبح كمضاد حيوي يحل محل المضاد الحيوي الكيميائي في تغذية الدواجن والأسماك. هناك تطبيقان، التطبيق الصحي وهو يعمل على تقليل البكتيريا الممرضة للدواجن والإنسان، التطبيق الإنتاجي يعمل على زيادة معدل إنتاج الدواجن. العناصر المميزة للاختراع أن الاختراع هو إنتاج مضاد حيوي من نوى التمور المتوفر بكثرة في دولة الإمارات، والبكتيريا لا تقاومه زي المضادات الحيوية الكيميائية. هناك ثلاث فوائد تجارية لهذا الاختراع. من ناحية الفائدة الزراعية، كمنتج قومي بيقلل من تكلفة الإنتاج ويزيد من دخل المزارع في دولة الإمارات. من ناحية الفائدة البيئية، بيساعد على تدوير نوى التمر في الدولة. ومن ناحية الناحية الصحية، بيقلل من تكلفة العلاج بدولة الإمارات العربية المتحدة. أبرز القطاعات التي تستخدم فيها هذا الإنتاج القطاع الداجني والحيواني وفي المستقبل الإنسان. إحنا بنتطلع إن شاء الله يكون في عندنا مستثمر ممكن يجي ويساعدنا في عملية إنتاج المنتج بكميات كبيرة، وكمنتج قومي ممكن نكون مشاركين معاه في عملية تجارية في تسويقه. احنا بنتطلع لدعم مادي لتطوير المنتج تجاريا بكميات كبيرة. احنا محتاجين لكميات كبيرة من التمور من شركات التمور عشان ننتج المنتج بكميات كبيرة، ومحتاجين شراكة مع مزارع الدواجن التجارية لتطبيق هذا المنتج عليها.